مال هنجيب عيه هنجيب عيه. واضح انه اشعاعات البرنامج لمست معاها. الحاسه اللاسعه عند الستات بتبقى جامده كده، ومده كتير بالذكر انه هيبقى في ليله على الفضيات النهارده. اجي يا بوبي. لحظه واحده يا عيون البوبي، لحظه واحده. وضفت لنا البرنامج رقم الو يا دكتور. الو الو يا اسطى. ايه يا اسطى، البرنامج مش عايش تسهل خالص. لا والله، ده الحته متظبطه جوه وعماله كل شويه تندلي تقول لي يلا يلا، وانا واقف هنا زي الخصايه. يلا بقى يا بوبي انا زهقت. حاضر لعيون البوبي. يلا بقى، ده شغل هترمينا عظمه. ايوه طب هيشتغل امتى ده؟ انا مش ثانيه واحده. لا بس واضح ان هو الشيخ ده. مع السلامه انت، مع السلامه انت. يلا اهلا ومرحبا بك في برنامج العلاقات الزوجية. اهلا بك يا ست الكل، يا قشطة دلعينا بقى دلعينا. الدخول الى القائمة الرئيسية. ايوه اضغط الرقم 1. صحيت امك، ليه اضغط رقم 1؟ اضغط فين انا؟ يلا بقى يا بوبي. يا الله، تعامل مع الهدف، درجة الشحن فول بطارية. يا جوز الخيل العربية، سوق يا اسطى لحد الصبحية. يا بوبي كلك حمية، السكر غلي في الجمعية، ونحلو بإيه اللي لدي شوية رز وشرعية، كود الخيل والعربية. انا 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 يا راجل انا مش شايفاك. اعمل ايه؟ روح عند الجرار النهارده، النور اللي هو بتاع العماد الرؤوسي. اعرف ان اخويا انا شايف اهو. انت فين يا لمبي؟ انا اللي جابني هنا. ايه اللي طلع في الدولاب يا راجل؟ انا عارف ازاي الراسته حاطط لي برنامج طيران. طب انزل. طيب انا مش عارف اطلع لك. طب فسحها فسحها اهو. ايه اللي ده السهوله دي؟ هتعمل ايه يا راجل؟ اسم الله عليك يا حبيبي. لا لا لا، زر منيله منيله. ايه عمود الفكر باظ. قوم قوم. ايه قوم. ايه انا كده؟ اسمع بقى يا راجل انت، هلا طفي النور ولا ملع النور؟ الصبح عمالين نطفي ولا في نور ولا حاجه بتحصل. ما بالراحه. طب يا نجلاء، طيب بالراحه، مش حلو الخضه دي، مش حلو عليا. ايه بتاع ايه؟ اسالي امك حبيبه، يعني الله يرحمها كانت اكيد وصيتك بده. بحنان ضع يدك على كتفها. ضع يدك على كتفها. ايوه كده يا عم المجانس. ايه ايه ايه؟ انا عارف. ايه ليه؟ بس انا بيت بقى في بنات افكاري بتكلمني. يا دي بنات افكارك اللي مقضيين معانا الليله يا بيت. ده شويه بنات افكار، يعني انت هتغير ان شاء الله عيال ولا ايه؟ الشغل بقى جاي برومانسيه. امسك اذنها. اهدي صبري صبري. وده ايه اصله ده؟ يا بيت اهدي بقى، ده الرومانسيه دي. ايه؟ رومانسيه يا بيت. اعملها ايه يعني؟ لحظه صرصور الودن. غمض انت بس، عيش اللحظة. ايوه انت تنفس، انت هتغطسي، نازلة تغطسي في مية. قم بحركة عاطفية لولبية. طيب عارفها. انا والنبي ما كنا رحنا السيرك احسن. انا مش عارف ايه ده. And now get close to here. ترانسليشن. ايه؟
البنات بتكلمني. اقترب منها. ايوه بس اقترب منها اكثر. والان ها ضمها اليك. ايوه ضمها اليك اكثر. او فاكثر. واو اكثر. ما هتتكسر كده. هي اللي هتتكسر كده. والان ايوه جيم اوفر. احنا طمك انت بتشتني. لا ب... لا بقول لك ايه. اسمع بقى يا راجل انت. انا هتبس النهارده ولا مش هتبس الليله دي؟ والله معاك حق. دي وليه بنت كلب معفنه. انا هوريك بقى ليله العشوائيات بتاعت عالم الزباله اللي هم اللي شبه انا. نمامت خير يا سيلوستاز. فينك انت؟ لحن لحد لحن. اباي عليك. واني بشحت منيك ولا ايه؟ انا بشحت منيك. ماليه يا حنن دي؟ ايوه عيب عليك لما تكون في السن ده وتتسول. تتسول ده؟ ليش بجاحه؟ بجاحه؟ شافوك شغلانه روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل اي حاجه. انت ما تخبرش. انا مين؟ مين يعني بروسلي ولا ايه؟ ايه بروسك دي؟ ايه بروسك دي؟ ايه الحاج انا بتكلم برا؟ طل على وجهي. يا ناس! نجيب ليه يا حبيبي؟ يا عم انا ما شفتكش قبل كده. غور اباي انت هتتنح ليه ولا ايه؟ هتتنح؟ وحد يعرف الراجل ده منين؟ انت غور. اعوذ بالله. ماشي ماشي. شحات ناسك موبايل بتغرروا بالناس عالم متسولين. نفذ يا ولد نفذ. لا يا دكتور لا يا اسطى كده. ده انا هكرر الموضوع ده تاني النهارده. الولاية مزعجة اول. حاضر. لا والله بسطتني هتخليني اضحك. لان انا في حاجة حضرتك. في حاجة يا حاج. في حاجة يا حاج. في حاجة. انت في حاجة. في ايه يا ولد؟ في ايه؟ في حاجة ولا ايه؟ دكتور والله احنا ما رايح طبيعي. على فكرة انا ممكن اعمل بلاوي سودا. بس انا بقول بس ايه يعني الطيب احسن. عشان ايه اللي بيحصل ده افترى على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تأجل القضية واجلتها الجلسة 9-9 الساعة 9. الله هو انت بتوع الجلسة بتاعت الساعة 9؟ والله حق انا ما كنت فاضي. انا كنت يعني عيان بعمل عملية. لك حق تكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره. ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. انا محتاج اشطف يا جماعه. لعلمك بقى ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ ده انا مفهم مرات النجلاء ان انا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع خبرك صبع صبع ساعة هتولع الدنيا وهبلغ الحكومة والأمن الشرطة. خلصت خلاص نجلة. ايه ده؟ ايه ده؟ شاي يا جدي. ها ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ انت مين هان؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عنيها. اخوفه ولا بعيد عنيها. بعيد عنيها. انا تعال يا بنتي. ببص ايديها اخص عليكي كده. عارف نجلاء دي علشان تاجي معايا قلت لها اني حقتلك حقتلك مرتين واتجوزها ولدي عويس عويس. يا ابوي ننزلنا عشان نتبين معاك. ما تعملش زيت أستاني. أنا مش عامل زيت أول مطعم. ما تعمل أعبطوه. لا 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 لا. نزلوه. مراتها إيه؟ نزلوه. نزلوه. أنت شغلت خدامنا هنا ومطعم. بس أخرس. حاضر خلاص يا عم الحاج. أسيبك كيفه يا كبيرنا. خلاص ده بيتكلم إزاي ده؟ سيبه ده حاج. حاج واحدة دي مراتي. ما تلمسهاش. ما انتش منقول من هنا إلا على الجلسة. ومرتك دي ما انتش واخدها الا ما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا ادخلوا. الله ندخل. لو ناديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا تقدم. هنجيلك احنا الاثنين بس قبلنا بقى على اي وضع.
ارجع تاني. والله ضغط النهارده. ما تخافوش، ده السبوع بتاع ولد اخوي، فرصه تحضروه معانا. ربنا يخلف عليك بالخلف الصالح يا ولدي. هو الدم هو الدم.